تواصلت فعاليات البرنامج التدريبي لانتخابات 2018 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية في يومه الرابع بحضور عدد من المرشحين لخوض منافسات الانتخابات الوطنية للفترة القادمة. وقد تناولت فعالية اليوم المخالفات والجرائم الانتخابية والتي تأتي ضمن ثلاثة محاور يركز عليها البرنامج وهي القانونية والسياسية والإعلامية. درب هو شعار يواصل به معهد البحرين للتنمية السياسية فعاليات برنامجه التدريبي الذي يسعى إلى تعزيز الاتصال بين أبناء المجتمع لبناء حملة تشاركية شعبية هادفة من خلال استثمار الآفاق المفتوحة للمشاركة الانتخابية وماهيتها وأهميتها، وذلك عبر التواصل المباشر مع المترشحين ومدراء الحملات الانتخابية والمهتمين بالشأن الانتخابي. يستهدف هاي البرنامج المرشحين ومدراء الحملات الانتخابية وفرق عملهم. يتكون من ثلاث محاور. المحور الأول اللي هو المحور القانوني يتكون من ست محاضرات. المحور الثاني المحور السياسي يتكون من ست دورات تدريبية. المحور الثالث المحور الإعلامي يتكون من أربع دورات تدريبية. محاضرات ودورات عدة متنوعة احتضنت مجموعة من الجوانب الهامة في المجال الانتخابي، وتأتي هذه الدورة مكملة لتلك الأهداف إذ بيّنت مخاطر الجرائم الانتخابية وأوضحت السبل السليمة للطعون الانتخابية للبرلمان والمجالس البلدية. اليوم تحدثنا في محاضرتنا عن المخالفات والجرائم الانتخابية والصور هذه المخالفات في كافة مراحل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، من أجل نشر الوعي القانوني والثقافة السليمة لمحاربة مثل هذه التصرفات غير السليمة وغير الرشيدة التي تؤثر على إرادة الناخبين وعلى النتيجة نتائج الانتخابات. برنامج درب كما ويسعى وبشكل رئيسي إلى الظفر بكوادر وطنية تتمتع بوعي علمي وعملي بأسس وأركان العملية الانتخابية. حابة أني أشارك هالمرة في الانتخابات البرلمانية إن شاء الله. ما زالت هي مجرد رغبة بسبب أني اقتنعت بأداء الكثيرين من المشاركين في البرلمان البحريني. ربما في البداية ما كانت الفكرة واضحة لا لي ولا إلى كثير من المواطنين، بالإضافة إلى أن دور المرأة في البرلمان صار شيء ضروري جدا. هناك بعض القضايا المرأة فقط هي القادرة على إيصالها بشكل صحيح، هي قضايا اللي تمس المرأة بشكل مباشر. نحن كنا نجهل بعض الأشياء، الحمد لله اليوم استفدنا في أشياء كثيرة، وأشجع الأخوان المرشحين روحهم أن يجون في هالمكان لأن في أشياء هم مو فاهمينها، وهني تبين لكم أشياء مخفية. فتراوالي هذا مكان يعني مجانا محطوط، لا هي محسوب عليكم بالمال ولا شيء، مكان يعلمكم القانون، يعلمكم من شلون يصير البرلمان هو البرلمان وقوانين البرلمان، وشنو إذا دخلتوا البرلمان شنو تستفيدون وشنو تطبقون هناك. مشروع يكلل الرؤية الثاقبة للمشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى الذي جسد بحق قفزة تنموية جعلت من البحرين منارة للديمقراطية.